أما هلا وصلنا لختام فقراتنا ورح نحكي فيها عن تكيس المبايض وهو أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعا لدى السيدات وأيضا الفتيات. وجاءت التسمية لأن الحويصلات الخاصة بالتبويض تنحبس تحت سطح المبيض مباشرة وتبقى غير قادرة على تحرير البويضات منها فتتحول إلى أكياس صغيرة. طبعا لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وتفاصيله بصرنا يكون معنا الدكتور بسام لفلوف اختصاصي بالأمراض النسائية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح. بالبداية خلينا نعرف شو هو تكيس المبايض قبل ما نحكي عن أسباب وطرق علاجه. تمام. المبيض مثل ما تفضلتم هو عبارة عن فينا نقول غدة بجسم فيها أجربة كتيرة. هاي الأجربة كل شهر بيطلع منها مجموعة تتمايز لتشكل جراب يحوي بيضة بويضة. بظروف ما هذا الجراب ما بتطلع البيضة منه فبشكل كيسة. هون بدي ميز بين نوعين من الكيسات مشان السيدات يستوعبوا. في شيء اسمه كيسات وظيفية اللي هي مثل هي الحالة اللي حكيناها. في كيسات مرضية هي لا موضوع يختلف تماما، هذيك تحتاج علاجات خاصة وقد تكون جراحة. عادة الصبايا فينا نقول لعمر 35 تقريبا معظم الكيسات هي وظيفية. بأعمار بعد ما بعد 35 40 50 مثلا هون ما عاد الكيسات هي قد تكون وظيفية ولكن ما بنتعامل معها مباشرة أنا وظيفية. بننفي السبب العضوي المرضي لإلها. يعني بتيجي سيدي مثلا عمرها 45 سنة إنه أنا عندي كيسة مبيض مثلا عم آخذ ميتفورمين أو كليسيفاج، هون لا بدك تنتبه هي الكيسة قد تكون كيسة مرضية ما أنا وظيفية. هي كيسات المبايض. المبيض بشكل أنواع عديدة من الكيسات، يعني الكيسات المصلية، كيسات اللي فيها دم بنسميها الأندومتريوز، التيراتوما، الأورام، في أشكال كتير للكيسات بالمبيض وكل حالة نتعامل معها وفق. صحيح. طيب دكتور دائما بينسأل هذا السؤال وخصوصا للبنت لما بتصير سيدة أو أحيانا البنات اللي بيكونوا عم يتعالجوا فبياخدوا بنعرف موانع حمل، وبعدين السيدة بتقول هل أنا إذا عم بتعالج من الكيسات هذا الشيء رح يأثر على الحمل بالمستقبل، هل فيني أحمل وأنا عندي كيسات مبيض أو لا؟ تمام. هلا أول شيء في كتير فكرة خاطئة أنا كتير عم شوفها، لأنه معظم الصبايا بيجوا إذا في ثلاث شعرات بجسمون، إذا شوي بداني بتيجي بتقول لك أنا عندي مبيض متعدد كيسات أو عندي كيسات على المبيض. هلأ أول شيء بدنا نتفق على شغلة، أي أنثى ذات طمس منتظم قولا واحدا ما عندها كيسات على المبيض. حتى لو صورت شافت أجربة بتكون شغلة فيزيولوجية ما أنا حالي مرضية. فأنت دائما بدك تسألي حالك يا صبي أو يا سيدي هذا السؤال، إذا عندك طمس منتظم ما عندك كيسات على المبيض نط على السطر. كيسات المبيض حكما بتأخر الدورة، هي وظيفية بتعمل وظيفة، هي بتأخر الدورة. الكيسات المتعددة ممكن تتفاقم الحالة تعمل بداني تعمل شعراني. طيب هي الأنثى هي أوريدي عندها مشكلة، هي المشكلة أكيد تعالج وقد تؤخر الإنجاب، بس مو لأنه أخذت حب مانع هي ما عاد تحبال. يعني هي هون الخوف إنه بتجي بنت مع أهلها مثلاً صغيرة 18 سنة، نحن مضطرين أو 19، وكمان بحب أحكي نقطة قبل 18 ما في تصنيف. يعني ما بيجيبوا البنت عمرها 14 سنة عندها مبيض متعدد كيسات، ما نصح. بعد 18 سنة هون نصير بنحكي بأمراض. فبتيجي بنت 19 سنة إنه نحن مضطرة تأخذي مثلاً حب مانع ومنظم، فبيجوا الأهل إنه طيب يا دكتور إذا أخذت حب مانع ما عاد بتحبال. غلط هذا الحكي، أبداً ما نصح. هي يجوز ما عاد تحبل بس مو لأنه أخذت حب مانع، لأنه أساساً عندها مشكلة بالمبيض. بس دائماً الحالة قابلة للعلاج. يعني حالي ما أنا حالي مستعصي. صحيح. ولا تطورنا كثير بالعلاجات. تمام. صحيح. تمام. طيب خلينا نحكي عن طرق العلاج اليوم، ويمكن تختلف طرق العلاج حسب الحالة. يعني نحن بنشوف تكيس المبايض ممكن يكون بعدد كبير ممكن بأقل بأحجام صغيرة. تمام. فكيف بيكون العلاج وخصوصاً حسب اختلاف الشدة؟ طبعا. إذا بدنا نقول هلا مثل ما قلنا وجبنا نتفق، وأنا كتير مصر على هالنقطة، تفهم السيدي إنه انتظام الطمس معناها ما عنده مشكلة. كيسات المبيض الوظيفية علاجاتها دائما بمنظمات الطمس اللي هي حب مانع أو أنواع أخرى من الهرمونات.
وعادة بتستجيب السيدة العلاج. الكيسات يلي هي كبيرة بالحجم يمكن تعمل انسقاب أو انفتال بالمبيض، هي تحتاج تداخل جراحي. أحياناً بنعمل عمليات عند بنت مثلاً متزوجة إلى زمن طويل وعم تأخذ علاجات دوائية وحابة تحبل وعم نعطيها تحريض إبادة وما عم تستجيب، نعمل عمليات تنظير، نعمل تثقيب خفيف للمبيضين. تثقيب المبيض بيخفف من حجم السائل الجرابي، هذا الجراب هو في بقلبه سائل، وهذا السائل هو هرمونات وكل هرمونات الجسم بهذا السائل. وقت يكونوا مثلا في 8 اجربي حجمهم 1.5 سنتي او 1 سنتي و8 ملي وما بتستجيب للعلاج، احيانا نعمل تنظير بنثقبهم هدول فمن نسحب السائل الجرابي فبيرجع المبيض بينتظم عمله بشكل دقيق. بس بعد علاجات هي بتبدا بعلاجات دوائيه بعدين جراحيه، وعاده تستجيب او يستجيب هذا المبيض للعلاج. هون في نقطه كمان كثير موجودة هي استخدام دواء بنسميه الميتفورمين يلي هو من أدوية السكر. علاج السكري أو هو خافض لسكر الدم. وهون بندخل بآلية ما راح أدخل بتفصيل الفيزيولوجي اللي هو مقاومة الأنسولين وإلى ما هنالك، بس الدواء كتير دواء حلو جيد وفعال بتنظيم عمل المبيض وفينا ناخده سنوات، يعني ما أنا إشكالية إن تاخده بيساعدنا وفيها تاخده من قبل ما تتزوج إذا عندها حالة مبيض متعدد الكيسات حتى لو بدرجاته الخفيفة. مبيض متعدد الكيسات ودرجات هو يجوز بس تأخر طمس ويجوز يتطور ليعمل بداني ويجوز يتطور ليعمل شعراني. وقت نشوف بنت عندها بداني كثير عندها شعراني كثير عندها تأخر طمس طويل أمد فهي حالة متقدمة، يعني نسميها درجة رابعة بالمبيض متعدد الكيسات تتعالج بس في صعوبة. بتمنى من أول ما تلاحظ البنت على حالة مشاكل بعد 18 سنة فوراً تراجع طبيب ل أكيد يتقدم لك أكيد الكلام. يعني اليوم نحن حكينا هيك خلينا نقول سريعاً عن مبيض متعدد الكيسات وأهم الخطوات اللي لازم يعرفوها. دائماً نحن بنحكي معك تفاصيل أكثر، رح يكون لنا لقاءات قادمة. شكراً لك دكتور بسام ولكل معلومات تعطينا إياها. كلكم زوق، يعطيكم العافية.